أهلا بكم من جديد. تجاوزت كمية الأسهم والصكوك المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 20,300,000 سهم ووحدة بقيمة إجمالية تجاوزت 1,085,000 دينار بحريني، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 279 صفقة. التقرير التالي يستعرض التفاصيل. فتح مجلس المناقصات والمزايدات خلال الأسبوع الجاري مظاريف 89 عطاء ل13 مناقصة ومزايدة واحدة مطروحة من 8 جهات متصرفة. التقرير التالي يستعرض التفاصيل. فتح مجلس المناقصات والمزايدات خلال الأسبوع الجاري مظاريف 89 عطاء بعدد 13 مناقصة ومزايدة واحدة مطروحة من 8 جهات متصرفة. ومن أبرز المناقصات التي تضمنت جدول أعمال لجنة الفتح، فتح مناقصة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لإنشاء 4 مباني لمحطة توبلي للصرف الصحي. كما قدم مجلس المناقصات والمزايدات بالتعاون مع جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم حلقة نقاشية افتراضية بعنوان كيف أرفع فرصة مؤسستي من خلال المناقصات الحكومية، والتي تضمنت شرحا عن الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها لتقديم عطاءات مستوفية الشروط، مما يعزز فرصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفوز بالمناقصات والمزايدات الحكومية. ثمنت جمعية رجال الأعمال البحرينية التوجيهات الملكية السامية وقرار الحكومة بشأن تمديد الحزمة المالية والاقتصادية للقطاعات الأكثر تضرراً جراء استمرار جائحة كورونا، معتبرة أن مثل هذه القرارات الحكيمة ستكون لها انعكاسات إيجابية وكبيرة للغاية على الوطني والمواطن. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف السيد خالد راشد الزياني رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية. السيد خالد، بعد التحية، حدثنا عن الانعكاسات الإيجابية لهذه القرارات على الاقتصاد الوطني. الحقيقة إن لولا هذه المساعدة اللي قدموها للقطاع التجاري والصناعي والخدمات لكان وضع السوق اليوم يشكو بقوة، لأن تسكرت كثير من المحلات وما أصبح عندها دخل. فبهالطريقة احنا حافظنا على المحلات تكون قائمة ومستمرة لين ينفرج الوضع الصحي وترجع الحياة الطبيعية. نعم. يعني تطوروا لوم المساعدات هذه، معاشات الناس شلون تندفع، الكهرباء شلون راح تغطى،
الكثير من الرسوم اللي كان لازم تكون موجودة وأجلت أو ألغيت، يعني حكمة كبيرة جدا صارت باتخاذ هالقرار وانعكاساته جدا ممتازة. نعم. على التفاصيل إن شاء الله. كيف ستضمن هذه القرارات الأمن الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاعات المتأثرة؟ لو فرضا ان هذين البحرينيين اللي قائمين بالعمل ما كان هناك مساعدات اللي تسند معاشاتهم، فمصيرهم قد يكون انهم يخسرون وظائفهم. فلما يخسرون وظائفهم شو يعيدهم لهالوظائف؟ يعني احنا حافظنا على بيوت كثيرة، حافظنا على الشعب، كان يعني معتمد الأفراد كثير منه معتمد على المعاش اللي حصله. فإذا وقفت المعاشات وسرحوا من وظائفهم، الله يعلم شنو حالهم راح يصير. نعم. فكان القرار بالحفاظ على الوظائف البحرينيين العاملين قرار حكيم جدا، يعني أفضل من أن احنا أن بكرة هم يصيرون ما عندهم عمل. صحيح. وتجي ونجي نساعدهم احنا في معاشاتهم. نعم. السيد خالد راشد الزياني رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. رؤساء الشركات الأمريكية التكنولوجية يوافقون على الشهادة أمام الكونغرس. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1274 نقطة بارتفاع بنسبة 0.17%، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية، وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 5,509,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 441,000 دينار تم تنفيذها من خلال 55 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7312 نقطة بارتفاع بنسبة 0.81%، لتكون الرابح الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. أما سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4311 نقطة بارتفاع بنسبة 0.62%. أما سوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 2061 نقطة بانخفاض طفيف بنسبة 0.14%. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً بتمديد عدد من المبادرات الحكومية لتخفيف آثار تداعيات جائحة فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص، وصدر الأمر السامي بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة، حيث ركزت المبادرات التي تمت الموافقة بتمديدها على دعم العاملين السعوديين وإيقاف الغرامات وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات والإقرارات. ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 6 دولارات و82 سنتا ليبلغ 43 دولارا و16 سنتا في تداولات يوم الأربعاء وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية أنهت عقود خام برنت جلسة تداول يوم الأربعاء مرتفعة 76 سنتا لتسجل عند التسوية 42 دولارا و3 سنتات للبرميل، في حين زادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 55 سنتا لتبلغ عند التسوية 39 دولارا و82 سنتا للبرميل.
تقلص الاقتصاد البريطاني بأكبر قدر منذ 40 سنة، إذ خفضت الأسر إنفاقها وفقاً لبيانات رسمية تضمنت الأيام القليلة الأولى من إجراءات الإغلاق العام التي فرضت بسبب تفشي فيروس كورونا. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 22% مقارنة مع ربع السنة السابق بين يناير ومارس. وفي وقت لاحق أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون خطته لتسريع تعافي الاقتصاد البريطاني، حيث سيتعهد بالتعجيل باستثمارات في البنية التحتية. أفاد تقرير حديث بأن الرؤساء التنفيذيين من 4 شركات تكنولوجية أمريكية كبرى، أبل وجوجل وأمازون وفيسبوك، وافقوا على الإدلاء بشهاداتهم أمام الكونغرس الأمريكي بشأن التحقيق عن مكافحة الاحتكار. وأوضح تقرير نشرته شبكة CNBC الأمريكية أن الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك وافق على حضوره في جلسة استماع أمام لجنة قضائية بمجلس النواب الأمريكي، وذلك وفقا للتقرير. فإن شركتي فيسبوك وجوجل وافقتا على مشاركة رئيسيهما التنفيذيين في جلسة الاستماع بالكونغرس الأمريكي حال قامت الشركات الأخرى بذلك. وأبدى الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس استعداده للشهادة، وكانت اللجنة القضائية في مجلس النواب أعلنت تحقيقها بشأن مكافحة الاحتكار من جانب شركات التكنولوجيا الأربعة في يونيو عام 2019.